اصبر اخويا خالد هي تجاوبني. الو اختي زكية بخير؟ المهم اختي صافي انا بخير المهم عافاك اجي لسميشو الغابه الصغيره راه خالد ضربوا واحد خينا. المهم ما تعطليش دابا يلا خالد صافي اخويا خالد صافي عيني يا احمد شوفوا وي خالد شوفوا له احمد خالد مالك يا خالد مالك عيني مالك شوفوا له جينا اختي واحد خينا ضربوا بقرعه ما فهمتش والو انا خالد ضربني عيط له في له دير شي حاجه راه عيطنا راه صافي احمد سبت غير عيط وراني كنعيط راه هما اللي معطلينيش انا بغيتي ندير لهم يا ان شاء الله اليوم غنتلاقاو معها ان شاء الله يا رب عرفتي ذكية عاد عرفتها بنت الناس بصح تخيل انا وخا عمة قالت لي انا موافقه نتزوج بيك شغل اخويا احمد اي مع امبالي نطار اخويا خالد وصالح احمد شو كديري انا راه خليت خالد كيتسناك ليا خالد عيط لك باش نهضر معاك علاش ما خالد شنو وقع وقع له والو غير داك السيد فهمتيني راه ما يصلح فهمتيني هذا المستوى هذا زعما صاحبك من الصغر وهادي وعايش انت وياه وكتخرج انت وياه وتخدم انت وياه في الاخر تقول لي هاد الهضره هادي شنو زكية راه عارف صاحبي ولكن انا باغي مصلحتكم بجوج فهمتيني انا راه كنبغيك زكية فهمتيني ما عرفت شنو عجبك فيه هو عما انا شنو خصني انا ما ناقصني حتى شي حاجه فهمتيني شويه
تمشي تجيب شي قبعه د الماء. زكية قلت لك ما عادش تديري مع داك الزمر. اش كديري معاه؟ كي غادي ندير له يا انا؟ كي غادي ندير له؟ كيفاش غادي ندير له؟ قلت لك عطيه التيسع. خليها تسجد وتمشي مزيان الله يحفظك. البنت اللي نمشي مع الحلال غدرتني، والدري كنكسر من خويا غدرني. لا لا كنزيد كنتعصب، نوض الناس حسن ليا. ميمكنش عيني. حمدك ربي وشكرت. ميمكنش انا غادي نوريهم كيفاش يتفلاو عليا. مزيان ياك زكيه، ياك واخ الو زكيه. المهم شوفي، نتلاقاو في البلاصه فين كنتلاقاو ديما. لا مالي والو، واخا سي احمد، واخا سي احمد. الو احمد، سمعت. شوف نتلاقاو في البلاصه فين كنتلاقاو ديما. اجي دابا صافي، اجي غادي تعرف كلشي. يلا لاباس ابو خالد. لا والو، بس اخوي احمد غير هو بغيت نهضر معكم في هذا الموضوع. موضوع حساس شويه. اخوي احمد، اخويا خالد اخذ دوز لي المراه الوالده. مرحبا اخويا خالد. ليزا هي ليزا لا. شكرا، سمحوا لي نضرب مع الوالده. خذ راحتك اخويا. شكرا، امشي عليك في الطريق اخويا. لا بلاش، على دوزا. لا خليك احمد، خليك احمد. خويا خالد. نعم. بغيت نهضر معاك. وقف عندي. انا عمر شي واحد قريب لك خانك ولا غدرك مع الناس اللي عزاز عليك؟ لا خويا، ما عمر شي واحد، جامي شي واحد دارها. علاش اخويا خالد هذا السؤال؟ زكيه وقفي، بغيت نهضر معاك. قولي لا زكيه، درت شي حاجه؟ عمر صرفت فيك العيب؟ لا، طبيعة الحال لا. انا اللي عطيت قلبي وضحيت على قبلك، وانت السي احمد ضحيت بعيني على قبلك، وفتاني كتغدرني ومع من؟ مع البنت اللي كنبغي. اش هاد الهضره كتقول اخويا خالد؟ راه هادشي اللي تيقولوا لك راه كذوب اصاحبي. حتى انا قلت كذوب في الاول، بالحق عينيا كتبوش عليا. بغاك زيدكم هاد الفيديو، هذا يعجبكم بزاف، فرجة ممتعة. ولكن اخويا خالد ما بقاك ما تهضر، كلشي باين وظاهر. ونزيدك انت والسيدة الزكية المحترمة، انا ماشي عمى. خالد بقى يدك. ونزيدك انت، انا اللي خدت هادشي كامل.
كان ياي يا صاحبي فكرتني عادي كن كورتني اصل من هيد هم طبعوا لك كور ياي يا صاحبي فكرتني حفظتو مرحمتني سهل من الباسي تتخلصا ديفيزي انا اللي غلطي خلصا وين الهربة شامي مني تتخلصا ما ظني تقون عليك العشرة عطيتك لمن صمت عليك بالعشرة دي ما صدم لقيني وقت الغصرة وبلا شك حتى نتوما تخدعتوا عند بالكم انا بصح اعمى، مي انا ملي خططت باش نلعب عليكم دور الاعمى، وها نتوما عرفتوا انا ما اعمى ما والو.